نروح لزميلتنا روزان نصر في النادي الاهلي فرع الجزيره ونشوف اخر استعدادات الفرع للقاء اليوم ونشوف اخر الاستعدادات للاعضاء، وايضا يكون معانا زميلنا محمد توفيق من النادي الاهلي مدينه نصر وايضا سالا حامد من النادي الاهلي بالشيخ زايد. تحياتي ليكو، اتفضلوا. روزان معانا الاول، اتفضلي يا روزان. وبرحب طبعا بالكباتن الكبار في الاستوديو، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل المقر الرئيسي لنادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة مع حضراتكم طبعا لنقل ما قبل مباراة نهائي كأس مصر ما بين النادي الأهلي ويعني نادي الزمالك. خلينا أقول هذه المواجهة بتقام لأول مرة طبعا على أراضي سعودية وبالتحديد في العاصمة الرياض. يعني خلينا أقول طبعا وده مخلي جماهير أكتر كمان سواء بالنسبة لجماهير النادي الأهلي أو جماهير طبعا نادي الزمالك، المباراة الأكثر متعة وأكثر تشويقا طبعا مباراة القمة بالنسبة لكل عشاق الساحرة أكيد المستديرة. النهاردة مباراة النهاردة يعني الحقيقة كابتن أيمن مش بس الجماهير موجودين هناك في السعودية للتشجيع، ولكن كمان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة الأعضاء متواجدة من بدري جدا في عدد كبير جدا. النهاردة كمان يوم الجمعة فيعني معظم الناس أجازة، فده مخلي كمان في توافد بشكل أكبر من قبل طبعا الأعضاء. يعني خلينا أقول كمان الإدارة التنفيذية بقيادة الدكتور سعد شلبي موفرة الحقيقة كل سبل الراحة لجميع الأعضاء، يعني من مقاعد أو شاشات عرض أو خدمات أو كمان مكبرات صوت لمشاهدة طبعا المباراة بكل راحة وبشكل جيد جدا. جميع الفئات العمرية موجودة سواء كبار سن أو شباب أو كمان يعني أطفال، أكيد رجال الأمن متواجدين لتنظيم أي تزاحم متواجد هنا في الفرع. الحقيقة حاولت أتكلم كده مع بعض من الأعضاء هنا، يعني الكل متحمس الكل متفائل، يعني مش بس كمان شايفين ان هذه المباراه يعني هتكون نتيجتها الفوز للنادي الاهلي، ولكن كمان كلهم امل وتفاؤل ان هي هتنتهي بفارق كبير اكيد كمان للنادي الاهلي. كل توفيق اكيد للنادي الاهلي النهارده كابتن ايمن، ونرجع لك كالعاده للاحتفال بالفوز معاك ومع الكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي وايضا مع كل جماهير ومشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. ودي كانت الاجواء المتواجده معايا من المقر الرئيسي فرع النادي الاهلي الجزيره. بشكرك وعودة ليك مرة تانية. بنشكر زميلتنا روزان نصر، شكرا جزيلا. وأيضا نروح لزميلنا محمد توفيق من النادي الأهلي بمدينة نصر، تفضل يا توفيق. مساء الخير كابتن أسامة، من مقر النادي الأهلي هنا بمدينة نصر تحياتي لحضرتك، ضيوفك الكرام، كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، مباراة الأهلي والزمالك ونهائي كأس مصر. كان عدد كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي هنا في مدينه نصر، كانوا حريصين على الوجود داخل الفرع من بدري جدا، يمكن من الساعه 4 كابتن اسامه الناس كلها موجوده امام الشاشات، اعداد كبيره جدا. طبعا ده بيرجع ان النهارده يوم الجمعه يوم اجازه، فحرص اعضاء او اعضاء عائله النادي الاهلي ان هم يشاهدوا النهارده المباراه وسط العائله الكبيره عائله النادي الاهلي داخل المقر هنا. كان الاقبال الكبير ده كمان سال عليه اعتدال حاله الجو النهارده، يمكن جو شتوي معتدل، اجواء اكثر من رائعه داخل الفرع. يمكن الاقبال الكبير دوت من الاعضاء كابتن اسامه قبله مجهود اكثر من رائع من جميع الادارات التنفيذيه داخل مقر النادي الاهلي هنا بمدينه نصر. توفير ثلاث شاشات عملاقه، الاولى هنا في منطقه المبنى الاجتماعي وحديقه الطفل، وكمان في شاشه اخرى في منطقه الفود كورت، وفي شاشه ثالثه في منطقه الالعاب الترفيهيه على المدخل الجنوبي من المقر هنا في مدينه نصر. يمكن كل الناس هنا تفاؤل، كلها طموح ان شاء الله الفوز ببطوله كاس مصر العام الثاني على التوالي والحفاظ على لقب فريق النادي الاهلي والوصول للرقم 39 من عدد بطولات كاس مصر باذن الله رب العالمين. ان شاء الله كابتن اسامه تنتهي المباراه باداء اكثر من رائع بالنتيجه المنشوده وفوز النادي الاهلي، ونحتفل هنا مع عائله النادي الاهلي داخل مقر نادي مدينه نصر بالفوز بلقب كاس مصر والوصول باذن الله للبطوله 39. كل الامنيات لفريق النادي الاهلي بالتوفيق والفوز، ويبقى النادي الاهلي في المقدمه، يبقى دائما رقم واحد. كمان ليك كابتن اسامه، اتفضل. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق، ونروح ايضا لسالا حامد زميلتنا من النادي الاهلي بالشيخ زايد. تحياتي ليك يا سالا، وتفضلي. تحياتي ليك طبعا يا كابتن اسامه، برحب بيك وبرحب بكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا الكبار في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن اسامه، يمكن حاليا متواجده داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد طبعا عشان انقل لحضراتكم كل الامور هنا والاجواء واستعدادات يعني طبعا اداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي لمشاهده مباراه اليوم، طبعا مباراه كبيره، مباراه الدربي ما بين الاهلي والزمالك نهائي كاس مصر، وطبعا المباراه اللي تقام في المملكه العربيه السعوديه. يمكن طبعا خلينا سريعا يا كابتن اسامه، انا لحضرتك
حضرتك هنا الاجواء، يمكن الاجواء اكثر من رائعه. يمكن زي ما حضرتك شايف ورايا عدد كبير جدا من المقاعد، عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، خصوصا النهارده طبعا يوم الجمعه. يمكن بعد صلاه الجمعه مباشره بدا يتوافد اعضاء النادي الاهلي على فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، كمان يمكن يعني اداره النادي الاهلي سواء الاداره التنفيذيه دكتور سعد شلبي، اداره الخدمات وجميع افراد الامن، الكل كان متواجد من بدري من قبل صلاه الجمعه وبداوا في التجهيزات والاستعدادات. يمكن بعد صلاه الجمعه توفير العديد من المقاعد والعديد من الشاشات لعرض مباراه اليوم. ويمكن زي ما قلت لحضرتك يمكن الاعضاء متواجدين هنا في الداخل الفرع من بدري، كمان قاعدين ومنتظرين يعني قدام الشاشه العرض، الشاشه الرئيسيه طبعا اللي جنبي، منتظرين المباراه عشان يتفرجوا طبعا عليها في موعدها طبعا في تمام الساعه 7:30 مساء طبعا موعد مباراه الاهلي والزمالك. الاجواء اكثر من رائعه هنا يا كابتن اسامه. ويمكن كمان خليني اقول لحضرتك حاجه، يمكن قبل ما اكون مع حضرتك مع على الهواء مباشره كان ليا زي احاديث جانبيه مع اعضاء النادي الاهلي. يمكن الكل متفائل وعنده ثقه كبيره ان شاء الله في لعيبه النادي الاهلي ان هم النهارده هيظهروا باداء يعني جيد، اداء يليق باسم النادي الاهلي. كمان اتكلموا في نقطه مهمه جدا وهي توقعاتهم طبعا للمباراه. يمكن توقعاتهم كانت انه ان شاء الله النادي الاهلي يعني مش اقل من 2-0 او ممكن كمان المباراه توصل لسكور امام نادي الزمالك، ان لعيبه النادي الاهلي يسجلوا سكور في المباراه. الكل يعني كان متوقع كده، معظم الناس كانت متوقعه كده. فيا رب طبعا ان شاء الله يا كابتن اسامه تكون هي دي النتيجه وتكون هي دي الفرحه، والنهارده اللقب يكون من نصيب النادي الاهلي الرقم 39 في تاريخه وبطوله طبعا كاس مصر. ان شاء الله اكون مع حضرتك يا كابتن اسامه بعد المباراه واحتفل معاك ومع فرحه اعضاء النادي الاهلي من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد. والان العوده مره اخرى للاستوديو طبعا يا كابتن، الكلمه ليك يا كابتن اسامه، تفضل. اشكرك شكرا جزيلا زميلتنا سلا حامد.